صباح الخير. سنتحدث اليوم عن تأثير أبعاد بدن السفينة على منحني زراع عزم الاستعداد، أي كيف سيتغير منحني أزرع عزوم الاستعداد إذا تغير بعد واحد وتركنا بقية الأبعاد وقارنا بين مجموعة من السفن بحيث أن لها جميع الأبعاد إلا بعد واحد بينها يتغير. سنبدأ بتأثير العرض. طبعا هنا نتحدث عن السفن صندوقية الشكل والتي درسناها سابقا والتي لها علاقة مستنتجة مسبقا. إذا نأخذ تأثير عرض السفينة، إذا لنأخذ عدة سفن لها نفس الطول نفس الارتفاع نفس الغاطس نفس الحد الحر كل شيء ما عدا بعد واحد يتغير وهو العرض. إذا السفينة في الحالة البدائية لدينا لها زراع عزم الاستعدام معطى معناه باللون الأزرق. إذا قمنا بزيادة عرض السفينة فأصبح لدينا السفينة الثانية لها منحني زراع عزم الاستعدام باللون الأحمر له قيمة أعظمية لزراع عزم الاستعدام أكبر، ولكن نلاحظ بأن مدى الاتزان هو أكبر ولكن بشكل طفيف، أي أن التغير الأساسي سيكون على قيمة زراع القيمة الأعظمية لزراع عزم الاستعداد وليس على مدى الاتزان. إذا نلاحظ أن هذه الظاهرة تتكرر بحيث أن كلما قمنا بزيادة عرض السفينة فسوف تزداد لدينا القيمة الأعظمية لزراع عزم الاستعداد بدون أن يتغير بشكل كبير مدى الاتزان. إذا هنا نلاحظ أن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بالعلاقة أن L تساوي R0 مضروبة ببقية أجزاء العلاقة، ونلاحظ أن R0 تناسب مع GX حيث GX يتناسب مع الحد أو العرض مرفوع للأس الثالث. إذن في هذه الحالة يكون لدينا تأثير العرض هو تأثير كبير جدا على قيمة أو على شكل منحني زراع عزم الاستعداد. نتحدث أيضا عن تأثير الحد الحر. إذن الحد الحر هو الجزء المتبقي فوق الغاطس حتى سطح السفينة الصندوقية الشكل، فيكون لدينا بزيادة الحد الحر نلاحظ زيادة في القيمة الأعظمية لزراعة عزم الاستعداد وزيادة أيضا في مدى الاتزان. إذن هنا الأثر واضح جدا، وبالتالي يتحسن أداء السفينة كثيرا عندما نزيد من ارتفاع الحد الحر، ويزداد أمان السفينة أيضا بزيادة ارتفاع الحد الحر. ومن هنا يأتي إلزام السفن بالقيمة الدنيا للحد الحر الذي لا ينبغي على أي سفينة أن تتجاوزه بغرض الحفاظ على أمان السفينة. الآن سندرس تأثير آخر هو تأثير الغاطس مع ثبات مركز الثقل. إذن هنا تأثير الغاطس مع ثبات مركز الثقل نلاحظ هذا أمر تعييره أمر ليس سهل، فعمليا تغيير الغاطس يعني تغيير قيمة وزن السفينة، وتغيير قيمة وزن السفينة الكلي مع الحفاظ على قيمة واحدة لمركز الثقل هذا أمر ليس مستبعد ولكن صعب الحدوث نادر الحدوث، ولكن يمكن أن نحافظ على قيمة ثابتة لارتفاع مركز الثقل عن طريق إعادة توزيع الحمولي داخل السفينة. إذن بتغيير قيمة الغاطس نلاحظ هناك أثر معاكس لأثر زيادة الحد الحر، أي أن سينخفض لدينا قيمة القيمة الأعظمية لزراعة عزم الاستعداد وسيقل أيضا قيمة مدى الاتزان. فهذا الأثر إذن هو أثر سلبي معاكس لأثر الحد الحر. تأثير التجهيزات العلوية، إن التجهيزات العلوية لها أثر مشابه لأثر الحد الحر، إذن هي بمثابة حد حر إضافي. وجود التجهيزات العلوية إذن سيؤدي إلى قيمة أعظمية أكبر لزراعة عزم الاستعداد ولمدى الاتزان. الآن ندرس تأثير موضع مركز الثقل. إذا حافظنا على قيمة الغاطس وقمنا بإعادة توزيع الحمولي بحيث ينخفض مركز الثقل نلاحظ هنا تحسن كبير جدا في شكل منحني زراع عزم الاستعداد، فستزداد القيمة الأعظمية لزراع عزم الاستعداد
وسيزداد مدى الاتزان. نلاحظ أيضا أن هذا الأثر هو أثر مشابه تماما لأثر زيادة قيمة ارتفاع الميتا سنتر الأولي R0. إذن في هذه الحالة لدينا إذن أثر كبير جدا لإعادة توزيع الحمولة بحيث يكون مركز ثقلها أخفض ما يمكن. هذا سيؤدي إلى زيادة في القيمة الأعظمية لسرعة عزم الاستعداء وزيادة كبيرة أيضا في مقدار مدى الاتزان. ندرس الآن تأثير انتقال الحمولة وشحنها وتفريغها على منحني أزرع عزوم الاستعداء. إذن ليكن لدينا سفينة. سنقوم في البداية بدراسة تأثير انتقال الحمولة شق ولي. إذن عند الانتقال الحمولي بشكل رأسي بشكل موازي لمستوي التناظر فسيكون لدينا إذن في هذه الحالة انتقال لمركز الثقل من النقطة G إلى النقطة G1. وفي هذه الحالة أيضا قلنا بأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة ذراع الاتزان المتعلق بالوزن وبالتالي إلى أنقاص قيمة ذراع عزم الاستعداد. القيمة التي يقول بها ذراع عزم الاستعداد هي المقدار جي إي. إذن جي إي هو من المثلث جي جي واحد إي ليس سوى جي جي واحد ساين فاي. إذن لدينا إذن مقدار النقص في قيمة ذراع عزم الاستعداد ليس إلا L ناقص جي جي دلتا زي جي. دلتا زي جي هو جي جي واحد. إذن دلتا زي جي ساين فاي. ودلتا زي جي إذن من قاعدة نقل الحمولة ليس إلا بي على وزن السفينة. بي هي قيمة الحمولة على وزن السفينة مضروبة بزد 2 ناقص زد 1. نذكر زد 2 هي مركز ثقل الحمولة بعد بعد النقل، وزد 1 هي ارتفاع مركز ثقل الحمولة قبل النقل. الآن إذا انتقلت الحمولة عرضيا في حال الانتقال عرضي أي بشكل موازي للمستوى الأساسي أو للمحور Y، في هذه الحالة إذا ستنتقل بمسافة G1، فسيكون لدينا إذا مقدار النقص في ذراع عزم الاستعداد هو بمقدار بطول القطعة GL. لاحظ أن GL ليست سوى دلتا واي جي كوساين فاي. فيصبح لدينا إذا L الجديد ليس إلا L ناقص دلتا واي جي كوساين فاي. دلتا واي جي إذا تحسب من قاعدة نقل الحمولة بي على وزن السفينة واي 2 ناقص واي 1، حيث واي 2 هي الموقع الجديد للحمولة أو الإحداث العرضي الجديد للحمولة لمركز ثقل الحمولة، وواي 1 هي الإحداث العرضي قبل نقل الحمولة. إذا انتقلت الحمولة عرضيا وشاقوليا فسيكون لدينا أثر مركب، أي سنضيف أثر الانتقال الشاقولي مع أثر الانتقال العرضي وتصبح لدينا العلاقة بالشكل التالي. إذن L3 يساوي L ناقص دلتا YG كوساين فاي، وهو أثر انتقال الحمولة عرضيا، زائد دلتا ZG ساين فاي وهو أثر انتقال الحمولة شاقوليا. الآن سنتحدث عن تأثير شحن الحمولة أو تفريغها على منحني أزرع عزوم الاستعداد. إذن هنا تأثير الشحن لم نعد نهتم بموضوع ارتفاع الميتا سنتر. إذن سندرس تأثير شحن الحمولة على شكل المنحني بالكامل، أي على جميع قيم منحني ذراع عزم الاستعداد. في هذه الحالة إذن نحن بحاجة إلى آلية أخرى غير الآلية التي تمت الدراسة وفقها. إذن هنا نحن بحاجة إلى منحنيات أزرع أو ذراع الاتزان المتعلق بالشكل. ما هي منحنيات ذراع الاتزان المتعلق بالشكل أو ما تدعى ذراع أو منحنيات الكي إم Cross Moment Arm؟ إذن هي منحنيات توجد مع السفينة مع كل دفتر سفينة، وهي تربط بين الإزاحة الحجمية أو الوزنية للسفينة مع قيمة الكي إم للسفينة
وكل منحني يمثل زاوية من زوايا الميلان العرض. إذن سيكون لدينا إذن الأشياء التي يتأثر بها حجم أو ذراع الاتزان المتعلق بالشكل الكائن، إدارة حجم الإزاحة، زاوية الميلان العرضي. وستكون إذن لدينا حزمة من المنحنيات بحيث أن كل منحني يربط بين الإزاحة الحجمية وزاوية الميلان العرضي. إذن لكل سفينة يكون لدينا مخطط بهذا الشكل، يتم إنشاؤه عند بناء السفينة. فلإحدى السفن لدينا إذن هنا الإزاحة الوزنية لسفينة حمولتها القصوى 60,000 طن، سيكون الكيان لها بين 0 و10. إذن عند كل زاوية ميلان عرضي 5، 10، 15 حتى الزاوية 90، أي أننا ندرس هذا الذراع حتى لسفينة تميل عرضيا ب90 درجة. إذن هنا لدينا كما نجد كما نرى أن المحور الأفقي يمثل الإزاحة الوزنية أو الحجمية، والشاقول يمثل قيمة الكي أو الكيان، وأحد المنحنيات ويمثل القيمة الثابتة للزاوية التي نقوم بدراسة عندها. إذن عند حجم إزاحة ثابت، عند حالة سفينة تطفو عند وزن معين، إذا علمنا وزن المعين السفينة المعين، فإذا كان المحور يمثل الإزاحة الحجمية نحسب V، إذا كان يمثل الإزاحة الوزنية ندعه كما هو، وبدلالة وزن السفينة إذا نرفع شاقول ونأخذ تقاطعاته مع جميع المنحنيات، منحني منحني من الزاوية الصغرى حتى الزاوية 90. إذن عند كل زاوية هنا نرسم محور الزوايا، وهنا نرسم محور الكي، فنستخرج مخطط جديد من المخطط الأصلي. فكيف نعمل؟ إذن نأتي إلى نقطة التقاطع الأولى، نقرأ القيمة ونرسمها عند قيمتها لقيمة فاي التي مذكورة هنا. فإذا كانت هنا زاوية 10، فيجب أن يكون هنا الرقم هو 10. الآن إذا كان الرقم هنا 30، فنأتي إلى هنا يجب أن يكون 30، ونرسم القيمة التي نتجت لدينا هنا ولتكون 4.5. وهكذا نكرر العملية مع جميع نقاط التقاطع ومع جميع الزوايا هنا، فينتج لدينا منحني جديد، هو منحني ذراع الاتزان المتعلق بالشكل للسفينة في هذه الوضعية. لاحظ أن السفينة التي تملك هذا المخطط ليس لديها ذراع اتزان متعلق بالشكل واحد، وإنما لديها عدد كبير جدا من المنحنيات أذرع الاتزان المتعلق بالشكل، ولكن لا تستطيع استخدام إلا مخطط واحد، وهو الحالة اللحظية التي هي فيه السفينة. إذن السفينة في كل لحظة، تخيل أن هذا الشاقول ينزلق يمينا ويسارا، فعند انزلاقه، عند كل عملية انزلاق يمين أو يسار، فسيتغير شكل هذا المنحني. فالسفينة لا تملك في لحظة معينة سوى منحني واحد. إذن في حالة سفينة يكون لديها منحني واحد، ولكن عند كل تغيير لحالة التحميل والتفريغ فسيتغير شكل هذا المنحني الكي. إذن الآن نأتي إلى سفينة، نعلم وزنها، ونقوم بشحن حمولة بي إلى نقطة إحداثياتها زد وواي. الخطوة الأولى نحسب قيمة حجم الإزاحة الجديد للسفينة ويساوي الحجم القديم زائد دلتا في. إذا لم يكن لدينا في القديم، فهو ليس إلا وزن السفينة القديم مقسوم على 1.025 الوزن النوعي للماء زائد دلتا في. دلتا في هنا معلومة، هو يساوي وزن الحمولة على الجاما، كما قلنا الجاما هي 1.025 طن على المتر المكعب. إذا من المخطط نستخرج قيمة منحني الاتزان المتعلق بالشكل كما شرحناه في الخطوة السابقة تماما. إذا نكرر ما قلناه
ولكن هذه المرة عند الحجم الجديد للإزاحة، أي الحجم القديم زائد مقدار الحجم الذي تمت إضافته بسبب شحن الحمول. إذن هنا أصبح لدينا ذراع الاتزان المتعلق بالشكل. الخطوة الثانية نحسب ارتفاع مركز ثقل السفينة الجديد. إذن مركز ثقل السفينة الجديد ZG1 ليس إلا وزن السفينة القديم P ZG مركز ثقلها القديم زائد وزن الحمولي بمركز ثقل الحمولي على وزن السفينة زائد وزن الحمولي. الآن نحسب ذراع عزم الاستعداد الجديد يساوي LK ناقص ZG1 ساين فاي. ZG1 ساين فاي كما قلنا سابقا يمثل ذراع الاتزان المتعلق بالوزن في الحالي الراهن. إذن نأتي إلى عند كل زاوية ونضرب الحد الثابت الذي هو ZG1 بالمقدار المعلوم، طبعا بالمقدار ساين هذه الزاوية، فينتج لدينا مقدار ننقصه من المقدار هنا من هذه النقطة وننزل بمسافة تساوي مقدار ZG1 ساين فاي، أو أننا نرسم من الأسفل مسافة تساوي L. إذن وهكذا مع جميع الزوايا حتى نرسم الخط الأحمر الذي يمثل ذراع عزم الاستعداد. ذراع عزم الاستعداد الرايتنج ليفر أو ما يسمى أحيانا بالجي زد. إذن هنا نحسب تأثير انتقال الحمولي عرضيا. إذن لحساب تأثير انتقال الحمولي عرضيا هنا لا يؤثر على حالي واحد وإنما يؤثر على المنحني بأكمله، أي على كل الزوايا عند كل الزوايا. فهنا نحسب الإحداث العرضي لمركز ثقل السفينة القديم يساوي وزن السفينة مضروب بالإحداث العرضي لمركز ثقل السفينة القديم، وإذا كانت السفينة غير مائلة عرضيا فهذه القيمة تكون معدومة، زائد وزن الحمولي مضروب بالإحداث العرضي للحمولي إلى وزن السفينة زائد وزن الحمولي. هذا يعطي أن دلتا واي جي يساوي واي جي واحد ناقص واي جي، ونحن رأينا أن هذه الخطوة تمثل خطوة انتقال عرضي للحمولي والتي درسناها سابقا. قلنا أن أثر الانتقال العرضي للحمولي هو إنقاص قيمة L بمقدار دلتا واي جي كوساين فاي، فيصبح لدينا إذن L واحد يساوي L ناقص دلتا واي جي كوساين فاي. إذن هنا نأتي كما الخطوة السابقة، إذن عند كل قيمة لذراع عزم الاستعداد ننقص منها الحد الثابت مضروب بكوساين الزاوية وننزل بمقدار هذه المسافة حتى نرسم المنحنى الجديد بعد الأخذ بعين الاعتبار أثر الانتقال العرضي للحمولي أو الأثر وضع الحمولي على مسافة عرضية بمقدار واي من مستوي التناظر، فنحصل على المنحني الجديد. إذن هذه هي طريقة رسم منحني ذراع عزم الاستعداد بعد شحن حمولي إلى نقطة إحداثيات مركز ثقلها واي وزد. ننتقل الآن إلى موضوع تأثير الحمولات السائلة على منحني أزرع عزوم الاستعداد. إذن هذه الفقرة الهدف منها حساب أثر تأثير السائل على منحني أزرع عزوم الاستعداد. هذه الفقرة درسناها سابقا ودرسنا تأثير الحمولات السائلة على الاتزان في حال زوايا الميلان الصغيرة، وكان المقصود منها دراسة تأثير الحمولات السائلة على ارتفاع الميتاسنتر الأول. الآن يهمنا تأثير الحمولات السائلة على منحني أزرع عزوم الاستعداد وعلى قيمة ذراع عزم الاستعداد عند قيام الزوايا الميلان العرضي المختلفة. طبعا تأثير الحمولات السائلة قلنا سابقا يندرج ضمن الحمولات المتحركة. إذن الحمولة المتحركة هي حمولة تنتج نتيجة ميلان السفينة. إذن هي
أمر يأتي كنتيجة لميلان السفينة. عند ميلان السفينة، إذا كان لدينا خزان على سطح السفينة، لديه حجم السائل في الخزان في صغيرة، وزنه نوعي جاما بي، وكانت السفينة في وضع ميلان بزاوية فاي، وزن السفينة بي يساوي دي الإزاحة الوزنية للسفينة. مركز السفينة متوضع في النقطة جي، ونقول مركز ثقل السائل في الخزان في النقطة اف عند الميلان السفينة عرضيا، سيميل الخزان معها بحيث يبقى السطح الحر للسائل في الخزان موازي للسطح الحر للسفينة لسطح الطفو. في هذه الحالة يتغير كما قلنا سابقا شكل السائل في الخزان، وينتقل مركز ثقله من النقطة F إلى النقطة F1. كان لدينا هناك تشابها كما ذكرنا سابقا بين حالة حجم السائل في الخزان وحجم الإزاحة، وقلنا بأن الأمر متشابه وأن هناك ما يسمى الميتا سنتر الخاص في الخزان ونصف قطر السائل في الخزان. هنا نضيف إضافي لما ذكرناه سابقا، وهنا نقول أيضا بأن هناك أيضا ما يسمى المنحني منشأ الميتا سنتر الخاص في الخزان والميتا سنتر الحقيقي الخاص في الخزان ونصف قطر الميتا سنتر الحقيقي الخاص بالخزان. كل هذه المصطلحات التي كانت تطلق على حجم الإزاحة أو على السفينة تطلق على الخزان. إذن سيصبح لدينا ما يخص الخزان على الشكل التالي. إذن أيضا سيصبح لدينا ذراع عزم ناتج عن تأثير ميلان السائل في الخزان ويدعى البي5. إذن عند ميلان الخزان سيكون هناك سيؤثر ميلانه بعزم ميلان عرضي على السفينة. قيمة ذراع هذا العزم الميلان العرضي هو البي5. لمعرفة قيمة العزم الكلي المؤثر، إذا نضرب البي5 مضروب بدي الإزاحة الوزنية الكلية للسفينة. إذا نلاحظ هنا، إذا لدينا الحالة F0 حالة ما قبل ميلان الخزان إلى F5 بعد ميلان الخزان. إذا أصبح لدينا أيضا إحداثيات خاصة، إذا إحداثيات مركز الدفع أو الخاص بالخزان والذي هو مركز ثقل السائل في الخزان، ولدينا الميتا سنتر الحقيقي، ولدينا نصف قطر الميتا سنتر الحقيقي الخاص بالخزان. إذا يعطى أيضا نصف قطر الميتا سنتر الحقيقي الخاص بالخزان بالعلاقة I بسي فاي على V. نذكر هنا أن I بسي فاي تتشابه مع حالة R0 الخاص بالخزان، وهي للخزان إذا لدينا ما يسمى عزم عطالة سطح الطفو المائل حول المحور الطولي الذي يمر بمركز ثقل سطح السائل في الخزان على حجم السائل في الخزان. إذا لدينا ذراع قوة الثقل للسائل في الخزان، وما كما قلنا سابقا يشكل عزم عطالة أو العزم الميلان العرضي الناتج عن تأثير السائل في الخزان. إذا هو أيضا يتشابه مع حالة السفينة، ويمكن تشبيهه بذراع الاتزان المتعلق بالشكل الخاص بحجم الإزاحة، فيكون لدينا LPO يساوي YP كوساين فاي زائد ZP ساين فاي. إذن إذا عرفنا إحداثيات مركز ثقل السائل للخزان يمكن حساب هذا المقدار. أيضا جميع العلاقات التي استنتجناها بالنسبة للسفينة يتم استنتاجها بالنسبة للخزان. YP إذن يساوي تكامل صفر لفاي RP فاي كوساين فاي دي فاي. أيضا ZP يساوي من صفر لفاي RP فاي ساين فاي. أثناء ميلان الخزان ينتقل مركز الثقل السائل في الخزان من F0 إلى F5
باي ينتقل إذن مركز ثقل السفينة من جي حتى جي واحد، وتكون المسافة جي جي واحد هي تساوي بي على دي من اف صفر اف فاي بحسب قاعدة نقل الحمولة، بحيث يكون لدينا جي جي واحد دي يساوي بي اف صفر اف فاي. الآن نلاحظ ذراع عزم الاستعدال يساوي الجديد هو عبارة عن ذراع عزم الاستعدال منقوص منه المقدار جي جي واحد. إذن لحساب مقدار ذراع عزم الاستعدال الجديد يجب أن نحسب جي جي واحد. إذن لدينا جي جي واحد كما قلنا تساوي بي على دي اف صفر اف فاي. إذن اف صفر اف فاي ليست إلا ال بي فاي. بي على دي، إذن جي جي واحد هي بي على دي ال بي فاي. تذكر أن ال بي فاي ليست إلا ذراع عزم الميلان العرضي الناتج عن تأثير حركة السائل في الخزان، والتي تساوي y p كوساين فاي زائد z p ساين فاي، بحيث y p و z p ليس إلا إحداثيات مركز ثقل السائل في الخزان بعد عملية الانتقال. إذن يصبح لدينا في النهاية ذراع عزم الاستعدال الجديد يساوي L ناقص P على D L P phi يساوي L ناقص نضع P جاما P وهو الوزن النوعي للسائل في الخزان مضروب بحجم السائل في الخزان على جاما، إذن الوزن النوعي للماء مضروب بحجم الإزاحة L P phi. إذن تتلخص القصة بكل بساطة بتأثير أحد الخزانات على ذراع عزم الاستعدال بأن نجد إحداثيات مركز الدفع ZP و YP، ثم نعود بعلاقة LP phi يساوي YP cosine phi زائد ZP sine phi، فنحصل على LPO، ثم نضرب LPO بالمقدار gamma PV على gamma V كبيرة، فينتج لدينا المقدار دلتا L الناتج لأحد الخزانات. لنفرض أن لدينا عدة خزانات، فنأخذ مجموع الخزانات ونحصل التأثيرات مجموع التأثيرات على ذراع عزم الاستعداد. إذن أثر مجموع السوائل في الخزانات على ذراع عزم الاستعداد يساوي دلتا L واحد على جاما V مجموع جاما بي آي في آي على ال بي آي فاي. إذن من أجل خزان آي لديه جاما بي آي في آي يحسب ال بي آي فاي من العلاقة y p i cosine phi زائد z p i sine phi. لاحظ هنا دلتا L ليست قيمة وحيدة، إذن هي قيمة تابعة لفاي، أي لدينا من أجل جميع الزوايا لدينا قيم مختلفة لفاي. إذن لرسم ذراع عزم الاستعدال الجديد يكون لدينا القيمة القديمة. إذن عند كل قيمة لفاي نحسب دلتا L فاي وننقص بمقدار دلتا L فاي عند كل زاوية، ونعمل نفس الشيء لمجموع الزوايا لجميع الزوايا، فنحصل على ذراع عزم الاستعدال الجديد بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموع تأثيرات السوائل في الخزانات المختلفة. تأثير حركة الحمولة السائبة على منحني أذرع عزوم الاستعدال. هنا حركة الحمولة السائبة هي حركة أكثر تعقيدا من حركة السوائل، إن السوائل تتحرك بمجرد حركة السفينة، بمجرد ميلان السفينة يبقى دائما السطح الحر للسائل في الخزان موازي للسطح الحر للسفينة. لكن في حالة الحمولة السائبة، الحمولة السائبة تتصرف بطريقة مختلفة، فالحمولة السائبة تتصرف كجسم صلب، إذا مالت السفينة بزوايا صغيرة ستبقى تتصرف كأنها جسم صلب، أي جسم مربوط إلى السفينة لا يميل، حتى تميل السفينة بزاوية تسمى زاوية حرجية أو زاوية انزلاق،
بحيث يكون سطح الحمولة عن الأفق يميل بهذه الزاوية. إذن هنا يرجى الانتباه بأن الزاوية التي أتكلم عنها هي ليست الزاوية فاي، وإنما الزاوية التي موجودة بين السطح الحر للحمول السائبة والأفق. إذن إن تغيير قيمة فاي طبعا سيغير هذه الزاوية عندما تكون السفينة تميل بزاوية ميلان عرضي، إذن تتغير قيمة هذه الزاوية التي يصنعها السطح الحر للحمولة مع الأفق، ولكن تكون مساوي لها عندما تكون الحمولة لا تميل عرضيا في لحظة، لنفرض لدينا في لحظة بدء الحركة، والحمولة أفقية تماما. عندما تميل السفينة تكون الزاوية ألفا هي نفسها الزاوية فاي. أما لسبب أو لآخر، لنفرض أن الحمولة تصنع زاوية مختلفة مع الأفق، عند تغيير قيمة ألفا تتغير أيضا هذه الزاوية، ولكن تبقى في كل لحظة مختلفة عن قيمة فاي. إذن هنا يجب التنويه جيدا والتعريف بشكل مفصل الزوايا التي تلعب دور هنا في دراسة الحمولة السائبة. إذن لدينا ثلاث زوايا مميزة، هي الزاوية فاي، والزاوية التي يصنعها سطح الحر للحمولة مع الأفق، والزاوية التي يصنعها السطح الحر للحمولة مع المستوي الأساسي. إذن يرجى الانتباه، الزاوية التي يصنعها سطح الحر للحمولة مع الأفق الزاوية تسمى الزاوية ألفا، وهي الزاوية التي تقرر متى تتصرف الحمولة كأنها جسم صلب ومتى تتصرف على أنها حمولة سائلة. سنقرب حركة الحمولة عندما يتم انزلاق الحمولة السائبة للعنبر على أنها وكأنها حركة حمولة سائلة. إذن سأعيد، عند وجود لنفرض حبوب موجودة في عنبر من العنابر السفينة، عند ميلان السفينة ما يهمنا الزاوية التي يصنعها سطح الحر للحمولة مع الأفق، هذه الزاوية نسميها الزاوية ألفا. هذه الزاوية طالما هي أقل من زاوية حرجية تسمى ألفا أس، زاوية الانزلاق الحمولي، وهي زاوية تختلف من نوع حمولي لآخر، يعني تختلف من الذرة إلى الحبوب الحمطة إلى الفحم إلى غيرها. إذن كل نوع من الحمولي السائب له زاوية انزلاق مختلفة ألفا أس، فألفا هي ما تقرر إذا كانت زاوية الانزلاق، إذا كانت الحمولة ستتصرف كجسم صلب أو كحمولة سائلة. إذا تتصرف الحمولة داخل العنبر على أنها جسم، أو يمكن اعتبار الحمولة أو تسلك الحمولة سلوك الجسم الصلب، طالما عند ميلان السفينة عرضيا، طالما الزاوية التي تصنعها مع الأفق أقل من زاوية الانزلاق. إذن وبعد هذه الزاوية تبدأ الحمولة بالانزلاق محافظة على قيمة ألفا أس، بحيث تكون ألفا دائما لها قيمة تساوي ألفا أس، أي لها قيمة دائما مع الأفق تساوي ألفا أس. ولكن في هذه الحركة عملية الانزلاق يتشكل لدينا ماذا؟ يتشكل لدينا تغيير في قيمة زاوية أخرى بيتا، وهي الزاوية، أي يتغير في هذه الحالة شكل الحمولة في العنبر. إذن هذه الحالة، إذن بيتا تبدأ بالتغير عندما تبدأ الحمولة بالانزلاق. إذن هذه هي العملية. فهنا يمكن تفصيل هذه السيناريو الحركي وفق الخطوات التالية. إذن لدينا الزاوية ألفا، هي الزاوية بين سطح الحمولة والأفق. الزاوية بيتا هي الزاوية بين سطح الحمولة والمستوي الأساسي، أو قاع العنبر إذا كان العنبر وقاع مستوي وموازي للمستوي الأساسي. لدينا الزاوية فاي، هي زاوية الميلان العرضي الذي تميل بها السفينة.
قلنا إذا تنزلق الحمولة عندما تميل السفينة بحيث تكون الزاوية ألفا أكبر من ألفا إس. إذا هنا سيناريو انسياب الحمولة على الشكل التالي. لنبدأ بالمرحلة الأولى، لنفرض لدينا أن لدينا حمولة بقيمة ألفا البدائية صفر، يعني أن الحمولة تم تسويتها بحيث تكون غير مائلة. إذا نبدأ من هذه النقطة، سنرسم الآن مخطط على الشكل التالي. مخطط، إذا هذا المخطط نحن من قام باقتراحه لأول مرة، هو موجود ومنشور في مجلة جامعة تشرين للبحوث العلمية. إذا لدينا هذا المخطط، نربط بين الزاوية فاي وقيم الزاوية ألفا وبيتا. إذا نلاحظ بالنسبة للعنبر في هذه الحالة، لنفرض نبدأ من حالة حمولة أفقية وزاوية لا تميل ميلان عرض. في هذه الحالة يتصرف، تكون ألفا صفر في البداية وفاي صفر في البداية، تبدأ الميلان العرضي نحو اليمين. في هذه الحالة تتصرف الحمولة وكأنها جسم صلب وتأخذ الزاوية ألفا بالتزايد، ولكن الحمولة لا تنزلق داخل العنبر. إذا تكون بيتا، إذا الزاوية التي تصنعها مع كما قلنا نبدأ من حالة بيتا تساوي الصفر، ألفا تساوي الصفر، وفاي يساوي الصفر، أي أن الزاوية التي تصنعها السطح الحر للحمولة مع قاع العنبر أو مع المستوى الأساسي هي أيضا صفر. الزاوية ألفا هي أيضا صفر، لأن ألفا مع الأفق هي صفر، وفاي إذا صفر لا تميل. إذا نكون في هذه الحالة في النقطة، هنا في النقطة مركز الإحداثية. إذا هنا عندما تميل السفينة، إذا عندما تميل السفينة بزاوية فاي بقيم موجبة، أي تميل السفينة نحو اليمين، ستأخذ قيم ألفا، ستتصرف العنبر وكأنه جسم صلب، وستأخذ قيمة ألفا بالازدياد، ولكن قيمة بيتا تبقى معدومة لأن الحمولة لا تنزلق. إذا هذه المرحلة تتحرك الحمولة مع حركة السفينة وكأنها جسم صلب. نلاحظ إذا ألفا تزداد وتأخذ قيمة نفس قيمة فاي، وبينما بيتا مختلف. لنفرض الآن أن الحمولة أو الحمولة السائبة في العنبر كانت قبل النقل، قبل الحركة، مع فاي يساوي الصفر، تصنع زاوية ألفا ليست معدومة صفر. إذن ستبقى تسلك نفس السلوك، ولكن ستكون قيمتها في كل لحظة متغيرة ولكن مختلفة عن قيمة فاي. إذن الآن انتهت المرحلة الأولى. تنتهي المرحلة الأولى عندما تصبح قيمة ألفا تساوي زاوية الانزلاق، عندها ستبدأ الحمولة بالانزلاق. إذن ستميل، إذا مالت السفينة بزاوية نحو اليمين أقل من زاوية الانزلاق، إذن هنا لا تشكل أي خطورة. إذا مالت زيادة عن هذا الحد، فستبدأ المرحلة الثانية، أي مرحلة انزلاق الحمولة. في هذه الحالة ألفا ستبقى محافظة على قيمتها، إذن سننتقل إلى المرحلة الثانية. إذن هذه المرحلة عند تجاوز قيمة زاوية الانزلاق، إذا ستبقى الحمولة تنزلق. لا، نلاحظ هنا هذه الخط يمثل حالة حمولة تنزلق، أي دائما تبقى الزاوية فاي تزداد، إذا الزاوية فاي تزداد، ولكن يبقى السطح الحر للسائل في الحمولة موازي لمستوى أو لزاوية يأخذ قيمة زاوية هي زاوية الانزلاق ألفا إس. إذا هنا تبقى ألفا تساوي ألفا إس. في هذه الحالة هي مرحلة الانزلاق، بما أنه يتم الانزلاق أي أن الحمولة تصبح تنزلق وتزداد الزاوية التي يصنعها مع قاع العنبر. هنا إذا في هذه المرحلة هنا يبدأ انزلاق الحمولة ويتغير شكل، إذا هنا يتغير شكل الحمولة في الخزان. إذا هذه هي المرحلة التي يكون فيها مركز ثقل الحمولة في نقطة، وفي مرحلة الانزلاق إذا ينتقل إلى نقطة أخرى. هنا يبدأ التأثير على ذراع عزم الاستعداد.
إذا تتمثل الخطورة في هذه المرحلة حيث تنزلق الحمولة في العنبر وتغير مركز ثقلها ويتأثر بانزلاق ذراع عزم الاستعداد وتميل السفينة عرضيا. نلاحظ هنا الأثر الخطر الكبير الذي يشكله الحمول السائبة والمختلفة عن أثر الحمول السائلة سنراه في المرحلة الثالثة. إذا في المرحلة الثالثة نلاحظ في المرحلة الثالثة أن السبب الذي أدى إلى ميلان السفينة عرضيا إلى أقصى زاوية ميلان نحو اليمين قد زال، وبدأت السفينة تتعرض لسبب أو لآخر، ونفرض أن الربان حاول أن يعدل وضع السفينة بحيث أنه ينقل السوائل في الخزانات في البلاست أو غيرها بحيث تبدأ السفينة بالميلان نحو اليسار. مجرد توقف الميلان نحو اليمين، إذن هذه نقطة إيجابية. الآن هنا نلاحظ الأثر السلبي الدائم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يعني أن الأثر الذي سببه أقصى ميلان نحو اليمين ستبقى السفينة محافظة عليه، أي أن مركز الثقل الجديد في المرحلة الثالثة عندما تبدأ السفينة، الآن السفينة تميل نحو اليسار ولكن لم تصل إلى حد عدم الميلان، إذن تميل باتجاه اليسار ولكن لم تأخذ وضعية عدم الميلان وتأخذ الميلان نحو اليسار. إذن اتجاه الميلان نحو اليسار ولكن السفينة تبقى مائلة نحو اليمين ولكن اتجاه الدوران نحو اليسار. إذن في هذه المرحلة الثالثة نلاحظ أن الزاوية التي تصنعها، إذن الزاوية ألفا تتناقص، إذن نلاحظ أن الزاوية ألفا تتناقص حتى تصبح معدومة، إذن في هذه النقطة تصبح معدومة في هذه النقطة، إذن في منتصف المرحلة هنا وهنا تصبح الزاوية ألفا معدومة ويبقى الأثر الدائم، يعني يبقى مركز الثقل الجديد والشكل الجديد. أيضا نتابع الميلان، إذا بدءا من هذه النقطة تميل السفينة نحو اليسار، إذا تبدأ السفينة تميل نحو اليسار، الآن أصبحنا لنفرض أن لدينا عزم كبير يميل السفينة بشكل كبير نحو اليسار، إذا هنا في هذه النقطة عندما تأخذ زاوية ألفا مع الأفق ولكن الآن باتجاه اليسار قيمة تساوي ألفا أس، تبدأ السفينة تبدأ الحمولة بالانزلاق هذه المرة أين؟ نحو اليسار، أي يبدأ من هذه النقطة تخفيف الأثر السلبي الذي أدى إلى انتقال الحمولة هنا. نلاحظ إذن هنا ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ إذن تميل نحو اليسار ولكن بزاوية أكبر من ألفا أس، يبدأ الانزلاق. إذن من هنا نلاحظ أن نحن بحاجة إلى أن نسير كل هذه المسافة الزاوية حتى يبدأ أثر الانزلاق المعاكس، هنا يبدأ أثر الانزلاق المعاكس حتى هذه النقطة، إذن هذه النقطة تعود الحمولة إلى وضع حمولة مستوية غير مائلة. إذا بدأت السفينة تميل أيضا نحو اليسار، إذن يبدأ الأثر السلبي المعاكس، أي من هنا من هذه النقطة يبدأ الأثر السلبي المعاكس. نلاحظ هنا مرحلة الانزلاق في الاتجاه المعاكس، إذن مرحلة الانزلاق دائما الخطوط الأفقية الزرقاء هي منطقة الانزلاق بالاتجاه، انزلاق الحمولة بالاتجاه المعاكس من هذه النقطة ومن هذه النقطة، إذن بدأ الاتجاه المعاكس حتى زاوية ولتكن زاوية مختلفة عن هذه الزاوية، أقصى زاوية تميلها نحو اليسار، ليس بالضرورة أن تكون تساوي أقصى زاوية مالتها نحو اليمين. إذن لو مالت زاوية أكبر، نلاحظ هنا لو مالت زاوية أكبر لاستمر السير بهذا الاتجاه أكثر وسير الخط هذا بطريقة أكثر، إذن هنا الخطوط هنا ليست نهائية، إذن تتعلق بزاوية الميلان نحو اليسار، لو مالت زاوية أكثر كان هذا الخط سيستمر أكثر، ولكن نحن اقترحنا أن الميلان نحو اليسار توقف عند هذه النقطة وبدأت السفينة تميل نحو اليمين، إذن في هذه الحالة نحن نعود
لتميل السفينة نحو اليمين، ولكن لدينا هنا أثر سلبي، ولكن بحيث يكون شكل الحمولي في العنبر مائل نحو اليسار كما نرى على الشكل. إذا تنتهي هذه المرحلة عندما نلاحظ، إذا هنا نحافظ على الأثر السلبي للميلان يسارا، بحيث هنا تكون ألفا تتغير وبيتا أي شكل شكل الحمولي داخل العنبر يبقى محافظا على شكله حتى هذه النقطة. هذه النقطة هي مرحلة الصفر عدم الميلان. بدءا من هذه النقطة تبدأ ألفا أس تأخذ قيم موجبة أي تميل نحو اليمين، وتحافظ هذه النقطة هذه الشكل الحمولي على قيمته حتى هذه النقطة. إذا هذه عند هذه النقطة تكون السفينة تميل نحو اليمين بزاوية ألفا أس، ويبدأ الانزلاق في الاتجاه نحو اليمين في المرحلة الأخيرة. إذا انزلاق نحو اليمين، وهكذا تستمر الحركة الدائمة نحو اليمين ونحو اليسار. إذا هي عبارة عن عملية عندما تميل السفينة بزاوية نحو اليمين، إذا ستحافظ السفينة على شكلها الجديد، وتحتاج إلى مسافة ميلان يساوي الزاوية التي مالتها نحو اليمين وزاوية الانزلاق نحو اليسار حتى يبدأ التصحيح. إذا هنا نلاحظ الأثر السلبي للحمولة والخطورة الكبيرة للحمولة السائبي بأنها تؤدي إلى تشكيل عزوم ميلان عرضي دائم لا يعود إلى وضعه بسهولة. إذا تشكل حالة خطيرة جدا، لذلك يجب الانتباه جيدا إلى أن الحمولة السائبة هي أخطر بكثير من الحمولة السائلة. إذا هذا السيناريو سنلاحظ هنا كيف تصرفت السفينة كأنها إذا حمولة. نلاحظ هنا، نعود لنشرح هنا. هذه المرحلة هي المرحلة الأولى. إذا في المرحلة الأولى يرجى الانتباه والتركيز على هذه الحالة. سنوقف العرض هنا. إذا هنا المرحلة الأولى، لاحظ أن شكل الحمولة هو حمولة، وكأنها لنفرض أن لدينا ملح أو سكر أو أي حمولة سائبة. في هذه الحالة عند ميلان السفينة بزاوية أقل من ألفا إس، فسوف تتصرف الحمولة كأنها حمولة صلبة، إذا ولا تشكل ولا يتغير شكل الحمولة ضمن العنبر حتى نصل إلى زاوية تساوي ألفا إس. نلاحظ هنا ألفا إس، هنا بدأنا في المرحلة الثانية. إذا هنا نلاحظ ألفا إس يبقى مع الأفق محافظا على نفس الزاوية مع الأفق، ولكن مع استمرار الميلان يستمر التغيير في الشكل. نلاحظ إذا هنا مرحلة الخطورة، إذا انتقل مركز ثقل السائل في الخزان، عفوا مركز ثقل الحمولة السائبة من نقطة سي جي صفر إلى النقطة سي جي. لنفرض أن هذه أقصى مرحلة ميلان. الآن عندما يبدأ الميلان بالاتجاه المعاكس ستحافظ السفينة على هذا الأثر السلبي. إذا ستحافظ على هذا الأثر السلبي، عفوا هذه هنا تحافظ على الأثر السلبي في هذه المرحلة الثالثة. إذا هذه المرحلة الخطرة التي مالت فيها الحمولة لدرجة كبيرة وشكلت عزم إضافي يؤثر بشكل دائم على السفينة، ومع أن السفينة تميل نحو اليمين نحو اليسار إلا أن الأثر يبقى دائما، وستتصرف الحمولة كأنها صلبي ولكن مع الشكل الجديد للحمولة داخل العنبر. إذا نلاحظ حتى يبدأ السطح يأخذ مع اتجاه اليسار زاوية أكبر من الزاوية ألفا إس، ويبدأ هنا مرحلة الانزلاق بالاتجاه المعاكس ويعود الشكل في الخزان. إذا نلاحظ سي جي هنا مرحلة تسمى مرحلة التصحيح أي تخفيف الأثر مع الميلان الزائد حتى هنا. إذا من هذه النقطة هنا انتهى الأثر،
هنا إذا مالت أكثر نحو اليسار فسيتشكل أثر سلبي باتجاه اليسار. نلاحظ هنا تشكل أثر سلبي باتجاه اليسار وسيحافظ عليه عند الميلان نحو اليمين. سنبسط الموضوع. إذا هنا يمكن تبسيط الموضوع وإجازه بالخطوات التالية. إذا لدينا العنبر، نعتبر زاوية الحمولي مع المستوى الأساسي قبل الميلان بالتواحد. نوجد انطلاقا من الشكل الهندسي للحمولي في العنبر مركز الثقل A1. الآن بعد الميلان بزاوية بيتا. إذا هنا نركز فقط على الزاوية بيتا، كيف كانت في البداية وكيف أصبحت في النهاية. إذا لدراسة تأثير الأثر على زراعة عزم استعداد نركز على بيتا، كيف كانت بيتا في البداية وكيف صارت بيتا في النهاية. إذا بعد الميلان نوجد A2. في هذه الحالة إذا يكون دلتا زد يساوي زد 2 ناقص زد 1، دلتا واي يساوي واي 2 ناقص واي 1. الآن نحسب تغير مركز ثقل السفينة نتيجة انتقال الحمولي في العنبر. دلتا زد جي يساوي بي على بي دلتا زد، دلتا واي جي يساوي بي على بي دلتا واي. إذن هذه العلاقات هي نفس العلاقات التي أخذناها عند تأثير نقل حمولي على زراع منحني زراع عزم الاستعداد. نطبق العلاقة التي كانت لدينا عند نقل حمولي شاقوليا وعرضيا، فيكون الأثر الانتقال العرضي للحمولي هو دلتا واي جي كوساين فاي، وأثر الانتقال الشاقولي هو دلتا زد جي ساين فاي. إذن هكذا نحسب الزراع عزم الاستعداد الجديد.